عاقبوني بدون ذنب وبدون يعني أي شيء. خطأ من الخيام ما فيها كلام ممكن. ما يصرح حط الموضوع بدون رأيكم. عقب تزعل تقول لي أنت حطيتي ليش ما يتخافتي رد اللجنة؟ اليوم أشوف. مخلي طلع للحين ما طلع، انت برمي اروح عشان ما يطلع. لا لا غلطانين، من اللي يقوله؟ والله ما ادري الصراحه. وش فائده برضو السؤال هذا؟ انت ليش تجيب لي سؤال انت وانت ما تدري؟ استعدادات اخيره لشوط النخبه، الشوط الكبير. وش تبيني اقول لك؟ شنو يعجبنا وشنو ما يعجبنا؟ ما اكيد ان اي انسان بيضايق إن سواء احنا وغيره. شنو المريح بالنسبه لنا وشنو يرضينا؟ لا والله خايف. كل ذي مو مهم. اي والله صادق. المهم ان نكون على قدر كبير من المسؤوليه، نعرف مهمتنا شنو. وتستخدم القانون علي بالطريقه اللي انت تشوفها؟ ليش؟ ومو عشان طرح ضايقنا. والله أنا صراحة ما أكذب عليك، ما تناقشنا في الموضوع أو وجهة نظر زعلتنا، ناخذ موقف ونقول خلاص هذا اللي صاير الآن. مهم نعرف مسؤوليتنا. وأنا كم مرة صحت اللي تكلمت وكذا. مهم ما ناخذ الكلام بصفة شخصية. يعني غلط غلط مو صحيح. مهم نعرف ليش مجبورين نجاوب على كل سؤال لطالما احنا في هالمكان. فمن امن العقوبه وش يصير؟ نقطه مهم نعرفها انا وانتم من الحين، الكلام يخلينا نحسم وايد مواضيع. ردوا كلام كثير والسكوت يفتح مجال المليون تاويل. لا 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 لا, لا. وانتوا اختاروا شنو الافضل بين الاثنين. لا انا ما قلت لانهم ما قالوا لي اساسا. ما في شيء يعني ما مو عيب ولا هو غلط صح؟ لكن ما ادري ليش. ثلاثيه قادمه، ثلاثيه على الانتصار، لم يكتفي بالاول والثاني.
أشياء نحتاج نقولها. والله في أسماء قوية. وفي أشياء نضطر نقولها. بهايف كينجس بليبر طعم الواحد. وما يكون عندنا خيار. مات مرهالو حق سلطان الأمير سلطان بن مشعل. فش اسم الشوط يعني في شوية تكافؤ. شوط يمكن يكون متكافئ واحتمال ما يكون متكافئ. بتسألون ليش؟ سمعتوا اسم بهايف وكينج سليبر وماتش مور هالو وقروا الباقي بعد، بس من حيث المبدأ خلونا في هالثلاثة بس. وأولهم أكيد بهايف، هو أول واحد أبغي أشوفه اليوم من بعد آخر سباق. وينك هالأسبوع ذي طائس؟ قبل أسبوعين كاس. وين؟ ندورك بعد السباق. منحاشك بالسباق لازم. وين رحت؟ عودي فزاعة جاهم من يسار يخطف الأنظار فزاعة إلى خط النهاية السعودي. هذا وارد في عالم السباقات، خسارة وفوز، لكن أعتقد أن كان هذا مستوى بهايف ولا كان مهم نعرف جواب هالسؤال عشان على أقل تقدير نعرف شنو ممكن يقدم بهايف مع هالأسماء. لا شوف، يجيك واحد يقول لك ان اختبار حصان اربع كسبات على هالمسافة واحسن وقت ضارب الخيل كلها اللي وياه باستثناء حصان واحد، يعني استثناء حصان اللي كسب وفزع، يقول الباقي كلها غالبها وجاي بالوقت احسن من الوقت اللي امس. لكن امس اقول لك في اخطاء فنية ما ودي نتكلم فيها بالنسبة للخيال والنسبة مو بهايف اللي غلط، اللي فوقه خيال. ايه يعني على اجماع العموم مين اللي تضرر؟ اللي تضرر الحصان، ومن طيبه هو اللي جاء رابع يعني، ولا مركزه ما كان يعني رابع. طيب اليوم الويس نزل عن الحصان عشان ماتش مور هالو ولا انتم نزلتوه؟ مره كسبان عليه ويس، ذاك اليوم كان مرتبك واجد متخوف ما يدري وين يروح. والله اني ما ادري يا طويل العمر، ان شاء الله يغلط عليه اليوم بعد. لا اليوم علي الميموني من ربعه. بالتوفيق بالتوفيق. انت ازين لك وش الويس ولا علي؟ كلهم كسبوا على حصان. كلهم كسبوا يعني، حتى لو كان خيال عليه سواء علي او ونعمي علي او لويس يكسب الحصان عادي لو انه اخذ شعبته. فواز في السباق اللي فات ضايقته كلمه اختبار، بس هالكلمه مكانها اليوم. اليوم صدق يوم الاختبار. اختبار واحد جديد يعني يبين، لكن الاختبار بالمسافه هذه بنفس الخيل وضاربها كلها باستثناء راس واحد يعني، وهذه ظروف الخيل كلها طبيعي يعني. حزتها كان باستثناء فزاع مع عادل. اليوم كينج سليبر حل مع خلفك ثاني قبل اسبوعين، اليوم انت على كينج سليبر، ايش بيسوي الشو؟ الله يوفق يا رب، ما ندري ايش يسوي. يا رب يوفق يكسب. ثاني ورا فزاع مو بشوي. ايه هو بطل، لو مو بطل ما سجلنا في هالشوط. لكن نسأل الله التوفيق لي وللجميع ان شاء الله. لكن خلونا من موضوع بطل او مو بطل. المسافة البهايف وكينجز سليبر مهمة في هالشوط. اليوم 1400 أزيل كينجز سليبر. 1400 أفضل من 1200 كينجز سليبر، أتوقع أن 1400 1600 أفضل من 1200 أتوقع. والله نسأل الله التوفيق يا صالح، ما بلا توفيق الله. أزيل. هو أزيل إيه بالله، هو أزيل لا أزيل صادق أزيل. لكن البهايف كل شيء وارد، ممكن يكسب ممكن ما يسوي شيء. سمعنا ان كان في نيه سحب بهايف اليوم. انا اشوف اذا سجلت ما اسحب، اللي بعطيك المعلومه هذا معلومه خاطئه. خاطئه، انا اذا سجلت شيء وكل الناس يدرون ما اسجل شيء، ما مستحيل اسحب الا في ظرف الحصان. تبغون نختصر ونقول المرشح الابرز يعني كينج سليبر؟ لا ماتش مور هالو وكينج سليبر مرشح ثاني اكيد ان شاء الله. جاي الواحد ما جاي الا باذن الله تعالى يطمح بالفوز مثل الباقيين، لكن نقول يا رب ان يحالفنا الحظ يا رب هاليوم. ليش اقول لك ممكن كينج سليبر ازي من ماتش مور هالو اليوم؟ لانه ينتظر ولانه ماتش مور هالو بياكل من بهايف، وبهايف بياكل من ماتش مور هالو. ما ياكل من احد الحصان، بيروح على شعبته بيقوم معك. كان في خير يقدمه. فتحت البوابات على بركه الله، اندفاع موفقه للاسماء ال 14 المشاركه والمتنافسه في هذا الشوط. بهيف يبدأ وكما هي العادة للمركز الأول من المسار الداخلي. اليوم من بيقوم مع بهايف؟ والله شوف الثقافة هذه صارت ثقافة قديمة. فاتلة اليوم بتقوم معه؟ والله إن شاء الله.
بس بتقوم إيه بس قصص صوتك اسمعنا بناطف يتابع من الخارج لاتالا تالنت في المركز الثاني، وأيضا الحضور القادم من فاتلة للمركز الأول من المسار الداخلي وبقوة فاتلة. شوف سرع الشوط ماكو مشكلة، لكن كرباج وكذا هذه أصبحت ثقافة قديمة يعني. الحصان بيمشي شعبتها اليوم، بيقوم راس بيطق إن شاء الله وبيمشي قدام بإذن الله. هل فاتلة بتتركه؟ لا لا ما تتركه، ما راح يرتاح في المشي. خطة الأحمر اليوم تعطيل بهاي؟ أكيد أكيد، ما كلنا يدور مصلحته، أكيد بيمشون معه 100%. بس حاليا في المركز الثاني ويتابعها بهيف. صراحة أنت تعرف كل شيء وجاي تسألني الله يعافيك، مش مرهالو وفاتلة وبهايف كلهم قدام. هذه يعني واضحة للجميع، يعني مكشوفة ما في شيء مغطى، والخيل واضح يعني السريع منه والبطيء، ولكن كلن يرجو التوفيق. والتوفيق عند الله. بعد الفنش تبي تعرف احساسك؟ احساسي خيل السرعه ولا الدخول اليوم؟ لحظه تو الناس على هالسؤال. وايضا المتابعه من قبل لاتالا تالنت، وايضا ماتشمور هلو، وايضا روك ساوند في المركز الخامس في منافسه هذا الشوط وجائزه نادي سباقات الخيل التقديريه. بس مو تو الناس ان نحاول نشوف الباقي غير هالثلاث. بنسلفانيا دوش اعرف بتقرون ان اللي يدربها صقر، بس لا، وما ظن المعلومه جديده عليكم انها عند خالد، بس الله اعلم ليش ما سجلها باسمه حتى الان. راحوا دبي ولا الحين صاروا يوم الربوع. اه يعني قبل التسجيل بعد التسجيل. الله الله، ولا خايف ان في مواد محظوره؟ لا لا ان شاء الله ما عليك. ولا خايف انه مو بسطبلك؟ لا لا غريبة يعني، هو مو في اسطبلي وخايف. مو في اسطبلك هو؟ ها؟ لا بس انت اللي تشرف عليه. الله الله، مش ما تخاف يعني بعدين المرة الجاية تحطه باسمك؟ بنقله في اسطبلي. اه يعني للحين ما شوف بس ورد صح ولا لا؟ عادي. لا والله خايف. ها؟ لا والله خايف. اي والله خايف، لان حصان مو في اسطبلك. الله الله، يعجبني الصريح، جبها من الاخر وخلصنا. ايه؟ لا ان شاء الله امورك طيبة ان شاء الله. بس اليوم معك خيل، شوف انت جاك تفاؤل بعد الشوط اللي طاف يوم حصان قدم مستوى جثه. لا لسه لسه ان شاء الله. عندها اكثر؟ والله على الله، اليوم يبين، اليوم المحك الرئيسي. ما شاء الله. اليوم اليوم المحك النهائي. حصان زين ما شاء الله. ان شاء الله. تغير. ان شاء الله. بس اليوم اليوم محك، اليوم محك. اليوم محك. اليوم محك اي، بس مو لكل الخيل. بنسلفانيا دوتش عيني ليه الحين مو عليه. بس عيننا أكيد على فاتلة ابنة أوفيشال فليم، تقود هذه الأسماء في المركز الأول. بهيف يبدأ من المسار الخارجي، وماتشمور هلو أيضا من المسار الخارجي يبدأ التقدم للمركز الثاني بمتابعة من روك ساوند في المركز الثالث. فاتلة أدت المهمة وخلاص تراجعت، بس اللي أدت المهمة له وين؟ كينجز سليبر وين؟ أظن الحين الوقت اللي لازم نجاوب فيه. السرعة بتواصل ولا الدخول بتغلب؟ والله ما أدري يا طويل العمر. تتوقع؟ والله يمكن 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 الدخول. إيه يمكن. يطمننا شوي مع كينج سليبر. حالياً ما أظن نقدر نطمن عليه. لا 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 لا، كينج سليبر والله مضى عليه سباقات قوية، ونسأل الله التوفيق له. أخذت منه يعني؟ إيه أكيد، أي سباق ياخذ منه. أكيد أبو فيصل أنت ما جبتها اليوم إلا إن شاء الله نفت. والله يا طويل العمر نسأل الله التوفيق. معقولة يتغير كل شيء في لمح البصر الحين؟ انت تتقبل وجهة نظري عشان اشوف؟ ها؟ قل تتقبلها ولا قل. لا؟ ها؟ قلها. بهايف ما اتوقع بيسوي شيء اليوم، بياكلون. تبقى وجهة نظر. يعني تتقبلها؟ تبقى وجهة نظر. تتقبلها؟ تقبلها جدا بكل صدر. خلاص انت مقيم خيال عالم عليه. اما من غيرك لا. بينما الحضور قادم من رائد من المسار الخارجي، الحضور القوي والدخول القوي. بهيف هل يواصل ام ياتي مباشره؟ روك ساوند ورائد، روك ساوند ما شاء الله تبارك الله بشعار يوسف الطريف، روك ساوند وبقوه ما شاء الله تبارك الله على خط النهايه وجائزه نادي سباقات الخيل التقديريه. نفكر ولا نحلل ولا شنو نشوف أول؟ بهايف وش سوى، ولا كينجز سليبر ش فيه، ولا رائد، ولا روك ساوند ما شاء الله عليه؟ الحمد لله ما قصر، حصان زين وبطل. لكن غلب على كينجز سليبر، على بهايف،
على اسماء هذا الخيل كلن يجي بيكسب وكلن عنده شيء زين يعني ما جاء له زين لكن يعني توفيق الله هي وش يمشي لك الشوط وش شعبة الشوط وش اللي يناسب حصانك الشوط كنت متأمل الشوط؟ ايه كنت متأمل كنت متأمل من حصان من أول ما ركض عندي تعويض عن أسبوع اللي طاف الحمد لله الحمد لله لا هذه مو بس تعويض عن خسارة كثير في وايد أشياء بقولها الحين أولها أنه تغلب على أبطال واحد تغلب على كينجز سليبر وهذه إنجاز كينجز سليبر يعني عور قلبي الصراحة على اللي سواه ما في حصان ما في شيء من أسترد أول 200 متر أبغى يتمركز ما قدر 800-600 قربه ما قدر ما عجبني مرة ما عجبني ولا كنت متحمس له تحسب قوي المرة اللي فاتت أخذ منه أي ونسأل الله التوفيق ما أقنعني سبق قوي ومن قبل السباق هذي اللي خايفين منه معناته ما كان مفروض يشارك من أساس ولا نشوفه في هالمركز لا بديت شيء أول شيء أول ما طلع المسترد بهايب جاء طلع علي يعني بوجهي عادي حصان سريع حديت شيء بسيط ما يعني أبغى أمشي من الألف الثمان ما حصاني ما أعطاني شيء يعني بس ما لقى طريق تمشي وغير أن الصج تفاجأنا أنه ما قدم شيء أكيد تفاجأنا لو شوي من روك ساوند أنا قلت للخيال أنه يمشي ورا أسرع يعني بيصير ثلاث روس أربع روس تبي سوى اللي علي إيه تبي تمشي وانت خليك وراهم انتظر عليه الحصان لين تعدل والله فاجأ الجميع سواها وحصاني ما قصر ولكن حصاني استرته برا لو تلاحظ من 600-800 تقريبا يمكن 6-7 روس على يساره كوع 400 من برا مره حيل والحمد لله ابدع رايد ابدع رايد حصان بطل يعني الحمد لله اللهم لك الحمد ما شاء الله تبارك الله حصان من العام مثبت وجوده ولكن اليوم اول مركاض كنت متخوف يعني من اول مركاض وشوط قوي يعني ابطال السرعه كلها فمضمار اي نعم والحمد لله حصان ما قصر وطمن من كنت تتوقع قبل الشوط والله كنت اتوقع حصان الامير سلطان بن مشعل ما يحضرني اسمه اللي كسب اخر مركاض اللي هو ماتشو اي نعم ماتشو لانه كسب فارق بعيد تقريبا 7 اطوار كان برا الميزان كان برا الميزان بس ليش شفتوا ايش صار والكل تكلم بس انا ما اعرف من وين ابتدي خيالك شوي خيالي ما قصر يعني ما قصر وكنا حد شوي ما حد على الكرباج اذا انت يعني تعرف التحليل انا ما اعرف هذا الامر اترك ما اعرف انا هذا امر فني اترك انا ما خلى العالم اللي داخل نبي نروح العالم اللي داخل بس انت شو تشوف كرباج ما حده كرباج في لجنه لا تمام اليوم ركض تمام يعني حتى الخيل ضربته في الاسبوع اللي فات ما قدرت له اليوم اعتقد علي مشى ممتاز بس علي مثل ما تقول انت كل الخيل عليه اللي طلع عليه واللي يعني محاولات يمكن هذه اربكت الخيال شوي ما اعرف لما سمعت هالكلام حسيت اني اتكلم عن شوط وفواز يتكلم عن شوط ثاني المفوض يا بالامر هذا المفوض مخلد صح هو اللي راح يتخذ بس لو هم حدينك بتصير مفوض لا يعني ما حدوني ما حدوك تابع السباق من اوله الى الاخير واترك من اللي حدك طيب انا ما تكلمت قال والله شوف طلعت الحصان حصانه وفرس اسطبل احمر تطلع قدامه وهذه شيء والله انها مو زينه يعني في السباقات يعني اوكي بالسباقات تسرع الشوط كذا لكن تطلع لها ما ادري بس اخر مترمى برضو علي طلع على ماتشو وين علي اخر طلع برا علي طلع برا علي يبي حصان يشيل حصانه ممكن خطا من علي لكن الاخطاء واجد ترى على ماتشو انت تشوفون خطا علي ما تشوفون الاخطاء الثانيه دائما اخطائنا احنا واضحه واخطاء الغير لكن يستاهل اللي الله يبارك له اللي فاز ما حبيت اسمع من فواز هالكلام وهو يعرف ان هالاخطاء تهمنا بغض النظر عن مصدرها انا في شيء واحد احتاج اعرفه من هاي البدايه هل فاطله لما طلعت كان وخذت يعني مرت على الجميع وخذت السياج كانت المسافه بعيده ولا لا يعني اذا المسافه كانت بعيده بينهم بنقول عادي لكن اذا كانت المسافه قريبه وفعلا ضايقت بيكون كلش مو عادي ما المسافه هذه ما تبين ويانا لازم نشوف السايد فيو صح طبعا ايه بس انا اتوقع يعني حتى الطريقه هذه يعني غلط اي غلط بس خلوني من فاطلة الحين اللي صار في البداية ما أظن أنه أسوأ من اللي صار في النهاية
ما حديت حصان كرباجي هو طلع برا كرباجي صار اي بدلتي من عاطف ليش عطيت كرباجي صار والله هذه ميزه صرت خيار احترف when he switch to the left I don't say I'm not gonna say that he means to go this way he wants to whip the horse but if you don't have the rider the bridle yeah. tight you know yeah. the horse will move طيب طيب ليش ما اعطيت كرباج يمين؟ اعطيناه يمين اعطيته يمين يوم قرب لامك ما تشمر هالو اعطيته كرباج يسار لا هو طافني بدلت طافك؟ ما تشمر هالو وراك ما طاف I mean it's sometimes it's a bit uncomfortable for me to be honest you know to be honest it should be comfortable for you to say whatever you want بنسألك عن شغلي تو بس بس اعطوه ايقاف يومين اعطوه ايقاف بسبب الكرباج انه اعطى كرباج يسار اي ليش بعطاك ابو اجي زاني انا جيت من غلط قلت لي لا حطه ورا خلاص حطه ورا بس انت تقول لو اتكلم لين بكره ما بيسمعون كلام ايه مش فايد من الكلام ده ايه يعني عندك وجهه نظر لا والله ما عندي الكلام اجل مخطي مخطي ايه والله وش تشوف انت انا اشوف انك مخطي خلاص مخطي خلاص راح السواق راح السواق انا بني ميزه ايش طيب فينيش خلاص انا وعد قدام ورا ما طال قدام طيب اللي ورا اخطيت المخطي خلاص راح اللي صار يا رجل حلل انت تتقبل وجهات النظر صح تقبلها قول علي تمون عليه ويمون عليك صح ايه حد ولا ما حد لا والله ما حد. انا اشوفه ما حد. انا اشوفه ما سالته ليش اعطيت كرباج يسار يقول اذا انت خيال بتعرف اي خلاص اذا انت مو خيال اكيد ما تعرف احنا بعد نفس الشيء مو انا ما نعرف احنا احنا مو خيال احنا ما نعرف بس اللجنه عرفت وعطتها ايقاف يومين هذا الكلام وكان السيناريوهات تنعاد اوه يا Sometimes, you know... That wasn't fair at all. No, I'm with the prince. إيه والله صار. شنو هاي؟ علي الميموني؟ مفروض يتواجف أكثر؟ علي الميموني وغيره. كل خيالي. شهر، شهرين. يوصل يعني... للشط. أنا تعرضت. أنا أدري من كذي يوم شفت بهايف. أنا أربع سباقات تعرضت فيها. بس مع الأسف. ما حد تكلم نفس اللي الكلام اللي يمسه اليوم دار. مشكلتنا عندنا الإعلام. يعني ما ادري انا يعني يعني ما 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 يعني بعض الاعلاميين اللي يكتب ما نبي نحط في ذمتنا ولكن اقول تتكلم لي يعني كمنطق مدرب من اللي صار في الشوط خطا شوفي لا خطا ما في كلام خطأ شوفي هذه ثقافه ماخذينها الخياله عندنا من يدخل ال 200 يطلع برا عشان اذا جاء حصان يشيله هذه ثقافه عندنا يعني هذا خطا أخطأ إيه لا 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 يعني لا ما في كلام كبير. أخطأ ترى الموضوع ما يحتاج سؤال ولا يحتاج نسأل أخطأ ولا ما أخطأ كل شيء واضح أنا بس كنت أبغي أسمع فواز شي يقول لا 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 يعني لا, لا ما في كلام كبير. أخطأ بس شور هي أدميرت بس this is not the first time أنا طالبت بتغليظ العقوبة وسري اللجنة ما خلت تقولي له كم مرة جاء فواز وقال لك لازم تعدلون هالقرار النظام هذا مخلد طبعا للحين ما طلع ينتظرني أروح عشان ما يطلع الخيال برا إذا ارتكب خطأ خسرني أنا شوط جروب 1 تتوقف يومين مو صحيح وقفة اشطبة خليه تأدب هذا فمن أمن العقوبة وش يصير أسأل أدب أسأل أدب يعني فواز لو تغيرت نتيجة بهايف بتكون راضي ومقتنع ما بتعترض وين لو تغيرت نتيجة بهايف في الشوط بهايف أمس شوفي بهايف أمس يعني طالع يمين وحصان وراه بس طالع يمين نفس الخيال اللي يسوونها كل مرة يشيلونه بس ترى صارت عندنا اعتراف بالوجه يضربك عد ربزين يسكر عليك نفس الطريقة صار توقيف يوم مدري يومين أعرف بس إحنا إذا إحنا نبي نتكلم عن العقوبة الصحيحة أو القرار الصحيح اللي كان المفروض ينخذ في ذي الشوط زين يعني أنت شفت ماتش مور هالو ترى يعني كان في مجال للفوز لا الاعتراض كان واضح لا ما في مجال ولا 1% للفوز لا ما في مجال ولا 1% للفوز هو ضارب الحصان اللي كسب راك ساوند ضاربه قبل اسبوعين وثلاث اسابيع بسبع اطوال لو تعيد السبق هو ماتش مرهون ضارب الحصان اللي كسب اليوم بسبع اطوال والله احنا نفهم خير يعني من 800 طالع يبي يطلع من 800 ما قدر يطوف لا ما عنده 1% للفوز نهائي بس كاعتراض عليه صح الخيال سوى اعتراض عليه الخيال يتحمل انت بالنسبه لك كان اعتراض ما ياثر على الفوز ما اثر لا. على فوزه انت لما تقول لي ما الفوز اثر على نتيجته I tell you the truth he was in a better spot ever you know when I
cross the last 400. I ask him and put it in the clear. And he start running and then he stopped me, you know. After that, the horse just lost the interest. But I'm sure this horse is much more better than that, than what he ran yesterday. That was a poor fourth position, you know. I know. For me, he's a really good horse. فوز انت تقول لي فوز ايه لا ما عنده وين فوز يا معوض خيل فاتحه ورايحه قلت عرقله يعني الخيال ولا عرقل نتيجته لا لا هذه عرقله يعني شفتي امس يعني نومه الخيال ما فيها كلام هذه خطا من الخيال ما فيها كلام متعاقب عليه بس انك تقولي لي نفس واحد اليوم يقول لي والله لو هذا كسب له وين كسب له؟ لا ما يكسب لا يا اخي عنا نعرف الخير اللي بيكسب شعبته و... ما اعرف مستحيل نقدر نجزم وحتى لو ما فاز ترى كان بالراحه بدش فنش مع روك ساوند وهذه نقطه اللجنه كان المفروض تاخذها بعين الاعتبار والله لو في يعني شديده عقوبه شديده والله ما حد يكررها من الخيال سمعت الاشاعات في ان الامير سلطان ما يبي يشارك للاسف يعني المالك يعني الامير سلطان بن مشعل يعني مالك يعني معروف عالميا وذا يعني ما هي زينة تكون يعني يعني الاسطبله الصراحه يعني مفروض ان النادي يحاول انه يشجع ويعني يتمنى ان زي ذا الملاك يكونوا موجودين في الميدان السعودي لانه يثرونه زي امير سلطان بن مشعل الله يطول في عمره مالك عالمي في امريكا وفي الامارات وفي اوروبا يشارك فلما تصير هذه ممكن يعني تسبب له يعني بعض الشيء اللي ما يتشجع انه يجيب خيله في المملكه عنده خيل عالميه برا هاي اشاعات ولا صدق ولا هذا خاص في الامير سلطان يعني. والله ان شاء الله نقول لا ان شاء الله شنو قال لك هو والله ان شاء الله نقول لا شنو قال لك هو كان مضايق أكيد طبعاً حصانه بطل وغالي عليه يعني حتى سعره غالي مرة حصان يحصل له الشيء هذا أكيد بيضايق أي مالك يملك حصان غالي وثمين ومحبوب لنفسه لما يصير هالشيء في ميدان غالي علينا ونحبه ميدان أكيد إن أي إنسان بيضايق سواء حنا وغيره إن شاء الله إن لا بس هي إيه لا لا إن شاء الله لا إن شاء الله نقول إن شاء الله قالها ولا ما قالها ما أنا للحين ما تأكدت ما قبل صراحة الأمير وإن شاء الله أنه ما الله يبعد المشاكل أنا وإنتوا نعرف إش كثر كل شخص موجود هني روحه وقلبه وعقله في هالرياضة وأكيد مو بس مهم إلا واجب نسمع رأي اللجنة اللي خذت القرار بس مخلد ليش ما تبي تجاوب مو مشغول ما تبي تجاوب والله مشغول إن شاء الله ما في أيام جاية هاي الموضوع وايد مهم مو مشغول مخلد أنا وأنتوا نعرف إنه ما يبغي يجاوب اليوم مشغول أمس مع صالح مشغول وأنا أحترم مخلد وايد وأحترم لما كان في شيء يحتاج توضيح ما كان يتردد وكان يفهم إنه واجبه يشرح ما أبي بس أتجاوب أنا مشغول اليوم لو سمحت معليش عايز نسأل من اللجنة سلم اللجنة الفنية اللي هي من يعني؟ ما يصير انتوا الستيورد انتوا اللي تقررون زين معلي بس انا ما بشي بس بقول يعني استأذنك انه انا بحط في الحلقة الموضوع وانه انا سألتك وانت ما عطتني جواب الجواب الان لاني مشغول اليوم مشغول معليش اللجنة يحترم أي كان ولكن إن إحنا نعلق عليه هذه حق مشروع حق أي أحد سواء أنا إعلام أو مالك أو مجرب أو حتى فارس فكنت أتمنى من مخلد إنه هو يعني يجاوب أو يعطينا تعليق أو على الأقل ما يرفض إنه هو يشرح شنو صار لأن سابقا تعرضنا حق نفس هذه الأشياء ولما الواحد يوضح بالعكس على الأقل الشخص اللي يحس إنه هو انظلم أو يحس إن القرار اللي اتخذ في حقه خطأ على الأقل يفهم ليش صار هاللون فمن جانب القرار نفسه اللي اتخذ من لجنة التحكيم غير مقبول ومن جانب آخر إنهم يرفضون إنهم يطلعون في لقاء يعني غير مقبول أكثر وأنا واحدة تعبت من هالموضوع بس باقي أقول كفوا على روك ساوند اللي على اللي صادم البهايف كمل ولا هم اللي صار
روك ساوند ما شاء الله تبارك الله بشعار يوسف الطريف. روك ساوند وبقوة ما شاء الله تبارك الله على خط النهاية. الحين طلعت الرخصة؟ هي طلعت جدت. مبروك ما قلت لنا. الله يطول عمرك. لا البطاقة هاتي مخباتي الله طول عمر الأمير بندر والنادي والقائمين عليه. والله يعني المشكلة انتهت الحين. كل مشكلة مردها تنتهي، وكل مشكلة مثل ما يقولون ولها حل، بس اللي يختلف شلون نحلها، واللي يختلف شلون نواجهها ونتجاوزها. أعتقد الكل سمع والكل شاف شنو صار في سامي الإحرابي، والكل سمع رد مخلد عليه. فيك أنا قدمت على تجديد البطاقة وتفاجأت من اللجنة أنهم يقولون نبغاك تحط 5 توكيلات للخيل على أساس تجدد، مع أني أنا مدرب. كيف 5 توكيلات؟ ما أدري والله، كلمني المخلد قال لي، طبعاً أنا رفعته عن طريق الموقع التجديد، فتفاجأت باتصال من لجنة السباق والتحكيم يقولون لازم يجون ملاك يوكلونك علشان نجدد لك الرخصة. عنده مشكلة في المديونية ما سددها. هذا المبدأ أنا هذا ما عجبني، بحكم أني أنا كمدرب ونتائجي تشهد. أجي الآن أطلب من أي شخص يسوي لي توكيل عشان أجدد؟ ماني بمدرب مبتدئ على اساس انك تطلع لي بطاقه وتطلب عليه شروط. انا منتهي بطاقتي، يفترض انك تجددها لي على طول. ما يقدر يسجل خيل الا يسدد المديونيه. شو الحل في بالنسبه للموضوع ده علشان ما يتكرر ويتم؟ لا حسب الله ولا ونعم الوكيل. فلازم الحين يسددها عشان يفتح له السيستم. المعلومه ما كنا نعرفها ولا هو قالها. لا انا ما قلت، لأنهم ما قالوا لي أساسا. ما قالوا لك؟ لا. مخلد قال إن العائق الوحيد عشان ما تطلع رخصة عليك غرامات مالية. إيه هو يقول، بس أنا أقول ما قال لي. ما قال لك؟ لا. بعد الحلقة وصلك الخبر. إيه. غريبة يعني. بعد الحلقة جاني اتصال إن فيها مبلغ مالي. بعد الحلقة دق عليك. ليش ما قال لك من أول طيب؟ كيف؟ ليش ما قال لك من أول؟ يمكننا ناسي ولا شيء. غريبة صراحة. أنت ما دريت إلا بعد الحلقة. يعني والله الواحد يعني يستحي يسولف ذا الكلام. يعني عز الله، بس إنه ترفع من الأمور دي كلها، عرفت؟ لكن كان نقاشكم معه أنتم إنه يعني على التوكيلات. إيه. هو قال لنا. طرق المبلغ. طرقت المبلغ بعد الحلقة. هو قال لنا إنكم طلعتوا في الحلقة وجهة نظر محايدة، ان سامي الإحرابي قال كذا وكذا، بس ما قال ان في غرامات ماليه. احنا نقول الله يهديه، واللي قاله هو شو اسمه شغلنا الله اللي هي التوكيلات. كانت توكيلاته عادي ما فيها شيء، يعني ليش نتطرق للمبلغ؟ المبلغ مو عيب يعني، ولا صح؟ مبلغ غرامه تندفع وانت. المشكله انك ما درات فيه اللي بعد الحلقه. بعد الحلقه هذه هنا المشكله. ما ظن هذه المشكلة وبس، دامك مدرب أكيد تعرف في مثل هالحالات لازم يكون عليها غرامات مالية. طبعاً معروف أن عليك غرامة، يعني عندك إيقاف، عندك تحليل أو شيء، في غرامة، ما في شيء يعني، مو عيب ولا غلط. صح أكيد. لكن ما أدري ليش الكلام هذا صار، لكن ما في مشكلة يعني، نقول الله يسامحه ويهديه. الله كريم. وعايد يعني ياخذها بروح رياضية يعني. هو وضح وجهة نظره. إنه المشكلة الكبيرة الحين الغرامات المالية، بعدها كل شيء عنده. هي وش اللي خليها عنده كبيرة؟ هي غرامة، هو أساسا عند رئيس لجنة. إيه. صاير فيه يكون فيه إيقاف ولا كذا، فغرامة ولا شيء مسؤول عنها الصندوق. صح. سددون هالموضوع يعني. قلت لكم كل مشكلة ولها حل، بس مهم شلون نواجهها ونتجاوزها الحين. يلا عاد ننتظر انتصاراتك، انا ما ابي اطول بموضوع، خلصنا منه. ننتظر انتصاراتك بالميدان. موفقك حنان. شوط
مو بأي شوط. حقيقة من أقوى شوط فراس من بداية الموسم هذا الشوط اللي اليوم إن شاء الله. شوط غير أنه شوط أفراس إلا أنه هذا الشوط بيكون تكتيكي بحت. الله يطول، ما في شوط إلا تكتيكي، الله يطول عمرك. صح، ما في شوط، ما في بس شوط بس إذا صار في شوط أوراق كثيرة. ما في شوط أخوي صالح من المبتدئة إلى كأس السعودية لازم في تكتيك. صح، أي. وإذا صار فيها أوراق كثيرة وبرضه يصير فيه التكتيك أكثر إن شاء الله. يعني ونسى الله التوفيق. اليوم نشوف سلمان المنديل عنده 4 أوراق. أي. خالد عبد العزيز بن خالد أي. عنده 3 أوراق. الله الله ينصرنا عليهم إن شاء الله. وعبد الله المشرف عنده أوراقتين. وبين التكتيك والترشيح منطقياً اللي تكسب. فيها الشيخة لكازا تعريفة، هذه شيخة الأفراس المستوردة. ما شاء الله ما شاء الله، لكازا هذه ما شاء الله فرس بطلة، فرس حديدية اسم الله عليها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتنحب. لكن الشوط قوي، في أفلينا، أفلينا فرس جدا قوية وفورمتها زينة ما شاء الله، من 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 الطائف راكضة ومتحضرة. صح متحضرة صح، إيه، بس بعد اليوم معها عبد الله الفيروز مو بعبد العزيز. خيال جديد عليها. إيه خيال جديد، الموسى راكب الشجرة عم بالمقير مرتين وكسبان عليها. إيه. فما كان ودي غير، قلت خل الموسى ان شاء الله، خل على فاله، خل على فاله يركب فرسه ويلا التوفيق. ام بالمقير كلنا نشوفه بشعر البيرق الحين، بشعر خالد المشرف. نعم. يعني نقول اصطبر البيرق خلاص، والله مو بخلاص خلاص، لكن ان شاء الله لا عوده باذن الله. باذن الله يعني خلاص مؤقتا ان شاء، نقول ان شاء الله، انا ما اقدر اصرح بس اقول ان شاء الله يعني انها يعني في رجعه له، بس هو يعني الان ما في اصطبر البيرق يعني. يلا ان شاء الله نشوف له عوده، نتمنى صراحه نشوف لهم عوده، بس الحين مهم نشوف شنو راح يصير. استعدادا للانطلاقة، فتحت البوابات على بركة الله في ختام أشواط هذه الأمسية، وإلى كأس وزارة المالية و150 ألف ريال على مسافة 1800. Love is A موجودة، بس معقولة للحين ما فازت مع عبد الله؟ والله أبو فيصل الله يستر منه، دائما خطير في كل الأشواط، ما تدري وش يسوي مع أي حصان أو أي فرس، صعب تتنبأ منه وش بيسوي في الشوط. أكيد ما عليك من سبق اللي راح، اليوم ممكن تسويه. صفقة ناجحة ولا الحين؟ لا لا ناجحة بإذن الله، والخير مقبل والرب كريم إن شاء الله، جايبينها واحدة واحدة. ممتازة، بس بالرياض ما قدمت مستوى زي الطايب. منافس ممكن انها تجي، ترى ما ممكن، الفرس كويسه الهقوا اكثر من هي راح لصالح اختها، واذا اللي مزينها شعبتها قدام. هناك متعطره بشعر سمو الامير فيصل بن خالد. قلنا في البدايه الشوط بيكون فيه خطط وتكتيك وايد. خطتك اليوم ولا خطط النافعه؟ والله التوفيق عند الله، الله يجعل خطتنا ان شاء الله. الله كريم. واضح ربتنج مالدي من اللي نشوفه تبي تسوي الشوط سريع. إذا كان البطيء يخدمنا ما حطينا خيل سريع في الشوط. ابن عبد العزيز مع كيبتو كوبا مع محمد إدهام في المرتبة الثالثة، لكاسة تريفة من المسار الخارجي تنتظر. إذا بنروح مع خطة عبد العزيز الحين، المفروض أن نعرف شنو بتكون خطة كيبتو كوبا مع الدهام. أنا قلت للدهام مش يعني ما مشى كويس، فرسك لا تقضبها يعني، فرس أصلا هي ما تحب القضب يعني، لجاه الرمل وقفت، اي تبي الممشى. فاليوم قلت له حاول انك تقوم كويس وتوكل على الله. ليش ما تقول له يسرق الشوط؟ قلت له يسرق الشوط، انت كانك حاضر في الخطه. قلت له ان كان ما خدمت اخوانك ولا انت ان شاء الله توصل. صح. يعني باختصار من راح يستفيد من سرعه الشوط؟ اكيد كلهم يحبون الشوط سريع، اتوقع الثنتين مو بافرينا فقط كلهم، ولكن كلهم بيعمل اللي عليه. مهم الحين نعرف شنو قال عبد العزيز عبد الله الفيروز. قلت طقه كويس فرسك، ومن بعد الثمان قربها، درجها واحده واحده، والست زود شوي بس، وقلت لا تشوح واجد لان استردها برا. ما قلت لي شوف لك عسى تريفه؟ لا والله لا مشيت تمشي معها. لا والله ما هذه مب عندي، ترى مب عندي مره، انا اتوكل على الله. تكتيكك مش شرط، تكتيكي على مستوى خيلي حلو. امشي مع طيب امشي مع كاسه، ممكن لا كاسه اقوم من خيلي. اليابانية قادمة هنا في هذه الأمتار المميزة، سيلتر قادمة مع محمد الحبيب في ثالث المراكز، هنا كيبتو كوبا بشعر خالد مشرف.
من اللي نشوفه الحين واضح الشوط العبد العزيز، بس مين فيهم افلينا ولا امبلم؟ الاسطبل ما يفرق، اهم شيء بس الاسطبل. عبر المسار الداخلي والخارجي ايضا تبدا في هذه الاثناء رقم 10 افلينا مع عبد الله الفيروز من المسار الخارجي لكاسا تريفا، ولكن كيبتوكوبا تقودهم الى المركز الاول. ثلاثي خالد مشرف في هذه الاثناء وفي هذه اللحظات امبلم جيرلو ايضا كيبتوكوبا وافالينا، هنا الثلاثية المميز، هنا افالينا اليابانية جتكم، ثلاثية اسطبل السيد خالد بن مشرف بن مطلق، ثلاثية قاتمة، ثلاثية على الانتصار. لم يكتفي بالاول والثاني بل حضرت الثالثة ايضا امبلم جيرل. مستوى مميز، مستوى كبير، مستوى رائع. إذا بقول شيء بقول خطة محكمة، بقول أفالينا بطلة، بقول اليوم يوم عبد العزيز. أول ثاني ثالث. أي والله الحمد لله اليوم حتى الخيالة مشوا على الكلام، وفي من منهم تصرف من نفسه تصرف صح. عبد الله فيروز، عبد الله والموسى كلهم تصرف تصرف سليم، بس ما شاء الله أول ثاني ثالث. أي والله الحمد لله. أفالينا اليوم بيومها، أفالينا لجت بيومها الفيوز، ما ودي احقر الخير، بس افلينا نجت بيومه ما شاء الله بطل. ما شاء الله والله افلينا لها مكانه خاصه عندي، وانما دائما ودك الوجه الجديد انه يبرز مثل امبلم جير. الحمد لله يا ابو فارق، ست اطوال وربع الطول، حصلت المركز الاول، جايتنا من دبي عرفت الفرس للحين ما اخذت على جو سباقات، والحمد لله يعني كل سباقين مكسب، واليوم اول اختبار له. كنت متوقع اول ثاني ثالث؟ كنت متوقع المنافسه بتكون بين افالينا وامبلم جير ولكاسا تريفا. افالينا متوقع تكسب باذن الله، كنت املي بالله كبير ما بتصور. ما خفت من لكاسا تريفا؟ شوف ما في شيء اسمه ما خفت، فرس بطله انا اقول لك توقعاتي، فرس بطله وبتحطها بالحسبان 100 مره. أكيد. هذه ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك في حاله وعياله، فرس فوقانية يعني حتى اليوم بعد خسارتها لا تغفل عنها في السباقات الجاية، ممكن تجي أفضل من كذا. بعد سباقها الأول صارت لها وعكة وتأخرت شهرين ونص، الخيل ما تقعد شهرين ونص ما تركض، فلا دعل في الأمر خير. This is a very strong feeling and I think she's healthy. She will come back. Yes, she will come back. She's champion. وفرس بطلة تبقى بطلة يعني. Love SA-ات خامس بس توقعنا منها أكثر. مو زين، انا اكتب عليك اقول زين وجاي خامس. دعساته يعني مو زينة؟ والله ما ادري، الفرس هي اصلا كذا كسوتها في الطائف ما تبدل الفرس. اي هو صادق، الله يطولك، هو صادق، هو كان فيها عظم يا طويل العمر، كوينا وكوينا العظم الثاني، وان شاء الله وجاهزه ان شاء الله. ذكرت انك تحضرها للايام الجايه للامسيه ان شاء الله، امسيه كاس السعوديه؟ لا للامسيه كاس الملوك. كاس الملوك ترى ما باقي عليه وايد، والاحمر مثل ما تعرفون يبي ينافس في كل الاشواط. الحمد لله احنا يا رب لك الحمد متفوقين في الانتاج المستورد، بس الحلقه الضعيفه عندنا الافراح. لو في شيء بنقول هي الامل، والله ان شاء الله هي، وبيطلع. لا ما يحتاج ننتظر، لان افالينا صارت للاحمر، وهذه خلاصه الكلام. نحتاج نشوف الأسماء كلها. جلت سكوت إحسان يعني بطل يعني، والله لو نجامل ما فيها مجاملة، والخلي معه كلها بطل، والله كلها بطل، إحسان فرض نفسه يعني. قول إن شاء الله أنه عندك جلت سكوت إن شاء الله، وإن شاء الله مرشح الأقوى، وإن شاء الله أنها عنده. ما يحتاج، ما فيها كلام، جلت سكوت يعني هو رأس الشوط. شوفي خليني أكون واضح وياك، جلت سكوت إذا ركض مركاضة اللي فات يخسر. معقولة؟ جلت سكوت ما شاء الله مستوى، صار جاي ثالث في كاس السعودية، الله يستر عليه. كريت سكوت بطل ما فيها غبار مرة يعني، أي واحد بتروح الحين بيقول لك ترشيح كريت سكوت، حتى الناس اللي مشاركة بالشوط بيقول لك أنا رشح يعني كريت سكوت ورأس الشوط. ولا بتشوفون أحد غيره؟
مع إمارة كرنسي أم جريت سكوت يتقدم من المسار الخارجي بكل تميز. جريت سكوت الاسم الأبرز، الاسم الأكبر، الاسم النخبوي، ما شاء الله تبارك الله، النخبة النخبة، جريت سكوت سيد النخبة، ما شاء الله تبارك الله، يصل أولا إلى خط النهاية. صدق كلمة بطل قليلة في حقه، بس مفروض جريت سكوت يفوز مرتاح أكثر من كذي، أبعد من كذي. هاي كم طول؟ هاي فيها كم طول؟ أتوقع فيها ثلاثة طول؟ جريت سكوت بطل صاقع في الاسترد وضرب ضربة قوية في الاسترد، نفس في الاسترد وحتى اني قلب في الاسترد حقتها ممكن انها تأثر عليه. ايوه هذه من ضربته في الاسترد واثرت عليه اكيد. الحمد لله اني ما شفته، كنت في المسجد بس عادة كلمني الامير يقول الحمد لله على سلامة الحصان، يعني الحمد لله. شلون رجع فيه الدم؟ ايه الدم، وصورناه للجنة على اساس يصير فيه له تأخير، يعني هو انا عارفه هو دائما يعصب في الاسترد بس تاخروا عليه هالمره. يبي الممشى الله يستر عليه. قال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يستر عليه. حتى حصان بسم الله عليه يعني معي نشيط، ويوم طلبته بسم الله عليه لبى معي على طول، فبس ان الشوط ما قام فيك السرعه فتضايق شوي في المسك، بس يبي يرتاح. الله الله يعني لو يجي شوط اسرع من كذا يرتاح احسن. بس شوفوا فرق عن الشوط ذا عن الشوط اللي طاف، يعني الشوط ذا شوي حثيتها شوي، مشيت مع الخيل، في خيل كانت مضايقه، الشوط اللي طاف كان مرتاح. شو مع عبد الله عوفي عليه وفي كان فيه ثقل، واليوم بعد فيه شوي ثقل. قلت لك انا اذا ركض المركاض الاخير كان كسر الحصان، الحصان كان تجهيز اتوقع، بس يبي شوط يحتميله عشان يرتاح هو بسم الله عليه. لو انت لو فرت مشيته قدام مو مخلينك الشباب يقومون معاك، لازم تهدي الحصان عشان يعطيك في الاخير، فهذا اللي صار مع جريت سكوت، بس هذا اللي خلاني باخر شيء اني احثه. عنده هزيان ابو فيصل ان شاء الله باذن الله، هن جايبينه واحده واحده. يعني مراكضها الجايه وين؟ هو بيعلمنا اليوم. ما علمك؟ لا والله نتكلم جد، هو بيعلمنا، نشوف حالته واكله واسه ومزاجه واموره. كاس الملك؟ لا ما اظن يقول كاس، ما نمدي الكاس. وما تحس ان ابو فيصل اشواط عاديه؟ وين يا ابوي؟ اشواط عاديه على يا اخي، انت وراك كل شوي تطب في هالناس اشواط عاديه يا اخي، اللي معنا كلهم ابطال والله العظيم. اي بس جريت سكوت بطل، يعني جريت سكوت ممثل، ما هو براكض البطل بعد راكضي مع ابطال يعني. صح اي، بس انا اشوف كجريت سكوت بطل انه يمثلنا يا رب. شوف انها اشواط عاديه ذي. لا بيجي حصاننا جايبينه واحده واحده، والحمد لله على سلام. شفتوا اللي صار له وشلون فاز؟ كذي يكون البطل، كذي يكون الحصان اللي الكل اللي راهن عليه. ما شفت الشوط آخر شيء؟ وين؟ لا ما شفته، بشوفها هالحين بشوفها. جاء والله شوي حصان فواز. وين؟ مرات كرانسي. والله حصان بطل، أنا كنت خايف منه. نرجع شوي أحسن. تحس في نقطة ضعف عندك جريت سكوت ممكن الخيل الثانية تلعب عليها اليوم، ولا جريت سكوت؟ جريت سكوت. شوفي خليني أكون واضح وياك. جريت سكوت إذا ركض مركاضة اللي فات يخسر. شلون؟ يعني المركاض الأخير مو مركاض حصان، يعني حصان ممكن تجهيز. شلون يعني نفس المركاض الأخير؟ شو متأخر المركاض الأخير؟ حصان جايب يمكن دقيقة وأربعين. أوكي عرفتي؟ إيه. وما قدم مستوى الحصان قبل هالمرة، كاست الوقت دقيقة وستة وثلاثين، يعني من قبل حصان ممتاز، لكن بس أتوقع أنا أن ذاك اليوم تجهيز لهالسباق هذا، أتوقع الله والعافية. طبعا هو حصان يعني افضل من الخيل هذه ما فيها كلام. وحصانك؟ حصاني ميدن، انا تو متحسن، حصاني تو كسبان. يعني اذا يا ثاني اجل مطلوب منه اليوم. حصاني كثر خيره انه يعني يشارك مع جريت سكوت الخيل هذه. وحصان قدم مراكض كلها اللي فاتت، يمكن اربعه ون او ثلاثه ون، يعني حصان مراكضه كلها زينه. اليوم ما في شك داخل احنا نبحث عن المكسب. لكن إذا غلب قدام البطل، وإذا انغلب غلب البطل. صح؟ اي اتفق 100%. وصدق في هالشوط حصان فواز قدم مستوى، يعني تشوفونه من البداية كان ماشي مع جريت سكوت راسه براسه. Think about إمارات because he did good against Great Scott. Yeah, no, he do very well. Yeah. You know, the Great Scott is the champion horse in Saudi Arabia. He's the race is he's very tough. You know, the horse. I tried to come with him from after 100 meters, but
difficult. He's a nice horse. And he went very smooth today. Yeah, because my horse, he finished run, you know, finished yes. with stamina, you know. Yes. But the another horse, yes. very good. ولو هو حصان عادي ترى ما كنا شفناه ثاني لكن نحن عند كلمتنا يعني اللي خلف البطل بطلة طبعا انا قلت شيء دخل جريت سكو ضارب له بطل واذا انغلب انغلب من بطل بس ممكن نسال من الاسماء اللي موجوده في الشوط نستغرب انه ما موجود حتى في الخمسه الاوائل والله نيكولاس مش زياده يعني وهو اللي المفروض انه يجي في الميزان لون نيكولاس اليوم والله مو زين ليش مو زين بس يقول الخيال اللي طاح على برا ان شاء الله نحلها بسيط نتمنى حلها بسيط لان لويس كان يعاني معاه بس رغم كل ذي ده افضل من قبل افضل من ده الاداء المفروض وين يكون يكون من ضمن الثلاث الاوائل هو شنو اللي برا بالضبط اليوم ما ادري والله شنو المشكله بالضبط واشوف كل مشكله في المستشفى ان شاء الله انها خير بسيطه ان شاء الله يعني مشكله في الحصان نفسه اي مشكله في الحصان اوكي صار ما ادى اليوم نهائيا بعد صار ما ادى اليوم نهائيا لكن ان شاء الله خير الايام القادمه تصير اجمل واحلى والايام اللي طافت صج ما شاء الله وايد تغير من لما كان مع فواز لي ما خلاص خف قرار فواز مدرب عندك. فواز مدرب كبير وناصر ولكن حصل له ظروف عند فواز طلع عندي بداية ركب مراكز زينة بعدها الحصان جته ظروف الحين أموره زينة إن شاء الله أنه يكسب أموره زينة لأن المدرب الجديد سوى اللي يحتاجه نيكولاس تحس وأنت كنت تشوف أشياء غير يحتاجها نيكولاس فما اخترت أن أنت تسويها معه ممكن كل شيء شنو يضحكك فواز ها؟ لا بالعكس مدرب ممتاز والحصان زين ما تحس ان معاك بديت تاخذ معاه القرارات الصحيحه اللي نيكولاس استوجبها بخصوص اشواط بخصوص مسافه ممكن بعض الاحيان يكون الراحه لها اكثر افضل كان الراحه لها اكثر افضل والحمد لله حصان ان شاء الله والايام الجايه بيصير افضل وافضل ممتاز بس الحصان راح سباقات قويه عندي ما ارتاح تحس خياراتك معاه كانت خاطئه ما تشي شوي المالك يعني لا زعل وشاله لا 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 لا, لا. المالك أقرب الناس لنا يعني صديق وحبيب بالعكس لكن يعني كنت أشاوره في السباقات الكلاسيكية وكان يدخل فيها يعني كاس على طول السباق دخل كاس ولي عهد وراح كاس الملك وكاس الملوك كاس ولي العهد ما كان مناسب بالنسبة له مسافة ما كانت مناسبة بالنسبة له المالك هو اللي طلبني هو اللي طلب اي والله وديتها هو نفس المالك هو المدرب هو اللي طلبني تكفى يا ابو ناصر قلت يروح مع 2004 يروح ودينا 2004 ركز زين بس مسافة يعني يمكن وقف آخر 200 متر بس أخذت منها طبعا عنده خيل هو فتح اسطبل الخيار مفتوح يعني مو ضروري يكون عندي أنا مدرب خيلي ليش يشيلون من فاز مدرب خيلي خيلي كله سحبها من المدربين كلهم بس قرار زين لأنه يعني فعلا نيكولاس تغير وخسارة ما حصلت بعد مدربه حامد السرور كنت أبي أعرف شنو تغير فيه أكثر لكن من رجع اليوم؟ اليوم كار بلانكو نقول عودة ما تدري يا صالح هذا حصان كان عنده مشكلة في حلقه ومسوى له عملية هل العملية تنجح ما تنجح يعني المؤشرات جيدة شفت؟ وانت سألتني في الطايف وقلت لك ما هو وقته الحصان كان عنده مشكلة فما كنت أحب أقولها بس بعد ما صارت العملية وتأكدنا خلاص الحصان هذا وضع العملية بعد الطائر إيه فما ندري هذا ثاني سبب نقول يعني بنشوف مع الأيام الجاية هل إنه يتحسن هل هو لو راح إنه ما خفنا ما ودنا هالمسافته ما ندري يا صالح هل هو بيدعس عادة الخيل يسوي لها الحلق ذي احتمال إنها ما تدعس البعيد فجوم جربنا ومنجربه ان شاء الله في سبق ثاني وعلى الله عسى ان شاء الله واذا نجح ان شاء الله نقول الوعد كاس الملك وان شاء الله عاده يا صالح النسبه ضعيفه اللي تنجح لكن هذا بيد الله سبحانه يستفت بالهم ولا ايش ايه لكن عاده لكن هذا كلها بيد الله هذه في علم الغيب ولكن اليوم مركزه كان مرتاح جيد وضعه جيد لكن احنا انت لو تلاحظ انه ما سوى فيه جوكي 300 متر وكار بلانكو حتى لو كان في أعز حضوره بنقول سيد الميل غريت سكوت
الاسم الأكبر، الاسم النخبوي، ما شاء الله تبارك الله، النخبة النخبة، جريت سكوت سيد النخبة، ما شاء الله تبارك الله. تجي بلا سبب على ما أعتقد، لأن ما في أي يعني في شيء يجي بدون سبب، كل شيء بسبب. هذه ما تحتاج نقاش، في مواضيع نحتاج لها جواب. اعتباراً، شوف نقطة اعتباراً، حلو. سواء كان الجواب متعب أو مرهق أو في خطأ صار وشرحه أصعب والسكوت فيه أأمن، كردوا كلام كثير ورفضوا الاستماع. صراحة ما ودي أدخل بالماضي، لكن هذه تعتبر من الحاضر لأن للحين ما انحلت. بي الوقت اللي بتضطر تجاوب فيه على كل شيء مضى وراح. لكن المشكلة أني لما أخطي أخذ الكف كفين على قولتهم، صاع صاعين، حرام. وقلت لكم من البداية الكلام يحسم والسكوت يفتح ألف باب. أنا ضحية الإعلان هذا. في النهاية كلن عنده خيار، في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.